وعايزه اقول لك ان انا عمري ما بطلت اتعلم، لانه النوليدج ده مستمر. كون ان انا اختاروني فوربس، مش انا رحت قلتهم اختاروني، يعني انا طول ما بعملش حاجه غير انا بشتغل، فانا اعتقد ان لقوا حد يستحق ان هو يتحط على المجله. بس افتتحت عزة فهمي أول معرض لها عام 74 لتطلق لونا جديدا من فنون الحلي والمجوهرات يحمل الطابع العربي والشرقي، كما افتتحت أول متجر خاص بها في القاهرة عام 81. يعني ما كانش قرار أنا هعمل البيزنس، هو الحاجات بيفضل الكيرف طالع، يعني عارفة بيطلع الفرق لحد ما تقفي تقولي أخ لا، أولا بقى العالم العربي كله بيطلب منتجات عزة فهمي، السفارات مصر في جمهورية مصر العربية في العالم كلها بتطلب منتجات عزة فهمي، فالديماند زاد، واخد بالك؟ وابتدى ياخد شكل والمنتج ابتدى يتحسن، فقلنا لا لازم نشتغل على البراند بقى. احنا ابتدينا حقيقي بالديزاين المصري، ولان احنا واقعين ومحظوظين ان احنا واقعين في هذه البقعة من العالم اللي كل ما تتلفتي كده تلاقي حضارة، تبص كده تلاقي الفراعنه، تبص كده تلاقي المسلمين، تبص كده تلاقي الاقباط، تبص كده تلاقي الجريكو رومان، تبص تلاقي التقليدي التقليدي الفلاحي، ده بالك. فطبعا ركزت في الاول على ما هو موجود في مصر، وبعدين ابتديت اطلع للعالم العربي، اعمل العراق واعمل سوريا واعمل اليمن واعمل المغرب، وبعدين الحلم بقى اكبر، فبقيت بقول لا، طب انا استفيد من الحلي الفيكتوريه، طب استفيد من الحلي الهنديه، طب استفيد من الحلي النيباليه، استفيد. فالثقافه والتراث بقينا نجري وراه جامد. طبعا استعمال الكاليجرافي اللي هو بقى منتشر، قبل كده لما كانش في حد بيستعمل كاليجرافي، ده برده جاي من حبي للقراءه ولا الشعر ولا الحكم العربيه. حبيت اللي انا اقراه ده الشباب يقروه. لما تقري بيت شعر حلو قايله حد او تلاقي حكمه حلوه، فده كله بقول لك حصل هذا الميكس في دماغي وطلعته.